كل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فما هو الأحسن، السيئة أو الحسنة؟ الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية، لأن إذا الفجائية تدل على الحدوث الفوري في نتيجتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هل كل أحد يوفق لذلك؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.